بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نكمل مع بعض شرح منهج الساينس لـ Primary 6. النهارده ان شاء الله هناخد درس جديد وهو هيومن لوكوموتوري سيستم. وهيومن لوكوموتوري سيستم من الدروس الحلوه جدا، وهو بيعرفنا سيستم جديد في جسم الانسان. زي ما عرفنا النيرفس سيستم، هنتكلم على اللوكوموتوري سيستم. يعني ايه اللوكوموتوري سيستم؟ اللوكوموتوري سيستم هو سيستم مسؤول عن فكرة الحركة، وإن أنا أتحرك، إن أنا أعمل movement. يعني إيه movement؟ movement it is ability. movement دي عبارة عن ability، عبارة عن إمكانية of living organism، يعني إمكانية إن الأورجانيزم to change position from one place to another. يعني أنا لما أجي أتحرك، فكرة إن أنا أتحرك هي فكرة إن أنا أغير المكان بتاعي. فمين اللي بيساعدني على ان انا اغير المكان بتاعي ده؟ هو اللوكوموتري سيستم. طيب، man move from one place to another seeking for benefit or away from harm. ان انا اتحرك بعيد عن المخاطر، او ان انا اروح اشوف حاجة مهمة اعملها او كده. طيب، ازاي ان انا بتحرك؟ انا بتحرك عن طريق حاجة اسمها ماسل، عن طريق العضلات. لا، دايما الانسان القوي هو اللي بيكون عنده عضلات قوية. ليه؟ لان العضلات دي هي والعظم هما الحاجتين اللي بيساعدوا الانسان ان هو يتحرك. فدايما الموفمنت معتمد على فكره الماسلز، العضلات. ومن هنا بيجي موضوع اللوكوموتري سيستم، وده سيستم، يمكن ده نمبر 6، ده السيستم السادس. احنا كنا درسنا الدايجستيف سيستم، درسنا ريسبيراتوري سيستم، درسنا سيركيلاتوري سيستم، درسنا يورينري سيستم، درسنا النيرفس سيستم. النهارده هنتكلم عن لوكوموتوري سيستم. واللوكوموتوري سيستم ده كونسيست اوف تو ميجر سيستمز، بيتكون من، يعني هو السيستم نفسه بيتكون من سيستمز جواه. بيتكون من حاجه اسمها سكيلتال سيستم، وبيتكون من حاجه اسمها ماسكولار سيستم. طيب، يبقى لوكوموتوري سيستم بيتكون من سكيلتال سيستم اند ماسكولار سيستم. خلينا نبدا بالهيومن سكيلتال سيستم. الهيومن سكيلتال سيستم هو السكيلتال، يعني هيكل عظمي. الانسان العظم اللي جوه الانسان، انت لو حطيت ايدك على صدرك كده، او في دراعك، او في رجلك، او في اي جزء من جسمك، هتلاقي عظم. العظم ده البونز، اسمه بون. والبونز دي تبع حاجه اسمها سكيليتال سيستم. والسكيليتال سيستم بيتقسم لجزئين اساسيين، جزء اسمه اكزيال سكيليتون، وجزء اسمه ابنديكولار سكيليتون. يبقى انا لو بتكلم على الهيومن سكيليتال سيستم، في حاجه اسمها اكزيال سكيليتون وحاجه اسمها ابنديكولار سكيليتون. طيب، الاكزيال سكيليتون ماشي، ده بيتكون من سكال ماشي. الاكزيال سكيلتون بقى بيتكون من سكال وحاجه اسمها فيرتبرال كولم، اللي هو الباك بون اللي كنا خدناها في الايه، في النيرفس سيستم. المهم ان الاكزيال سكيلتون بيتكون من سكال وفيرتبرال كولم. والابنديكولار سكيلتون بيتكون من لور لمبس وابر لمبس. ده كله فين؟ ده كله في الهيومن سكيلتال سيستم ماشي. طيب، خلينا نبدا الاول بالاكزيال سكيلتون. هنبتدي دلوقتي نتكلم على الايه، على الاكزيال سكيلتون. طيب، لو بصينا للصورتين دول، فالصورتين دول بيعبروا لي على الايه، على السكيلتال سيستم. ده العظم بتاع الانسان. اللي فوق ده السكال والفيرتبرال كولم، والجزء ده هو بيعبر عن الاكزيال. طيب، عشان تفهموا الاكزيال اكتر، خلونا ندخل في الاكزيال سكيلتون. احنا كنا لسه حالا بنقول ان السكيلتال سيستم بيتكون من اكزيال سكيلتون وابنديكولار سكيلتون. تعال نبدا بالاكزيال سكيلتون او الاكزيال سيستم. الاكزيال سكيلتال سيستم بيتكون من ايه؟ بيتكون من سكال وباك بون وريب كيج. يبقى انا لما اكلمك عن اكزيال، لما اقول لك كلمه اكزيال، يجي في دماغك ثلاث حاجات. يجي في دماغك السكال، ويجي في دماغك الباك بون، ويجي في دماغك الريب كيج. طيب، السكال اللي هي الجمجمه دي بتبقى فوق دماغ، يعني اللي هي احنا اتكلمنا عليها قبل كده في النيرف سيستم، لما قلنا البرين جوه السكال. الجمجمه دي هي اهميتها ايه؟ ليه ربنا خلق الصندوق العظمي البوني بوكس اللي في دماغي ده؟
ده علشان يحمي البرين to protect the brain. يبقى السكال دي اول واحدة، دي عبارة عن it's a bony box، عبارة عن صندوق من العظم contain cavities، في فتحات للاي للاير للنوز. يبقى هو صندوق عظم كده فوق، الصندوق ده اهميته ان هو في فتحات للاي والاير والنوز، ومهمته الاساسية protect the brain، بيحمي البرين. خلي بالك ان احنا شغالين دلوقتي في الاكزيال، انا قلت ان السكيلتال سيستم في اكزيال وابندكلر، انا شغال في الاكزيال دلوقتي في السكال، وقلت ان السكال دي ماشي اهميتها ان هي ايه بروتكت ذا برين. طيب ايه تاني؟ البون او الباك بون. الباك بون هي العمود الفقري اللي في ظهري، لو انت حطيت ايدك على ظهرك هتلاقي ان في فقرات، الفقرات دي عددها 33، عددها 33 فقرة، 33 A vertebra. والفقرات دي جواها السباينال كورد على فكرة. و it contain cartilages، يعني بين كل فقرة وفقرة، بين الفقرات وبعضها في حاجة اسمها cartilages. الكارتلجز دي مهمتها ايه؟ to prevent friction between vertebra during moving. يعني انت وانت ماشي الفقرات دي بتحتك ببعضها علشان ما تحسش بألم، ربنا خلق لك حاجة اسمها cartridges. والcartridges دي اللي هي الغضاريف، بيسموها بالعربي الغضروف. طيب مهمة العمود الفقري ده ايه؟ الفانكشن بتاعته it allow the body to bend in all direction، بتساعد الجسم ان هو يتني في كل الاتجاهات، اكنه عمود في النص كده بيتني كده وكده. ونمبر 2 بيخليك، يعني بيخليك تتني كده وتتني كده. نمبر 2 it protects the spinal cord، بيحافظ على السباينال ايه، السباينال كورد. ودي اهميه، ودي اهميه كبيره يعني. واحنا كنا اتكلمنا عن الفيرتبرال كولم ده قبل كده، او الباك بون في النيرفس سيستم. طيب ثالث جزء من اجزاء الاكزيال سكيلتون هو الريب كيج. الريب كيج اللي هي القفص الصدري، القفص اللي بيحيط باللنج. انت لو حطيت ايدك على صدرك هتلاقي في عظم في صدرك، هو ده اسمه الريب كيج اللي هو القفص الصدري. It consists of series، بيتكون من سلسله of 12 pairs، بيتكون من 12 A pairs. ال 12 pairs دول يعني انت لو حطيت كده هتلاقي ان ايه في ضلوع، الضلوع دي اسمها ريبس. عددهم كام؟ عددهم 12. اول 10 منهم the first 10 pairs are connected anteriorly، يعني متوصلين من قدام بحاجه اسمها سترنم. انا عاوز تحط ايدك في نص صدرك بالظبط، يعني حط ايدك في نص صدرك بالظبط، هتلاقي عضمايه في النص كده. العضمايه دي اسمها سترنم. اسمها ايه؟ سترنم. والسترنم دي موصله اول 10 بيرس مع بعض، موصله ايه اول 10 بيرس مع بعض. طب في كده تو بيرس، التو بيرس دول فلوتنج، يعني مش متوصلين بحاجه. هوريها لك هنا. شايف الصوره دي؟ الصوره دي صوره ريب كيج. هو طبعا مش بالظبط، بس ايه ان اول 10 بيرس متوصلين مع بعض بالاسترنم، وفي اتنين تحت لو تاخد بالك في اتنين تحت مش متوصلين مش كاملين، في تو بيرس مش كاملين. دول ليه؟ دول عشان يخلوا الانسان يبقى عنده بطن، يعني عشان ما يبقاش بطنه مقفوله كده يعني. دول اسمهم floating ribs، الاثنين اللي احنا بنتكلم عليهم دول اسمهم ايه؟ floating ribs. The last two pairs of ribs are loose، رفيعين، and not attached، so they called floating ribs. طيب مهمه الريب كيج ايه؟ مهمه الريب كيج ان هي protect the heart and lung، بيحافظ على الهارت واللنج. We it help in respiration A process، في عملية البريثينج. طيب تعالوا نراجع اللي احنا قلناه تاني. احنا بنتكلم على فكرة ان في حاجة اسمها اكزيال سكيلتون، وان الاكزيال سكيلتون بيكون من ثلاث حاجات، من السكال والباك بون والريب كيج. السكال دي عبارة عن بوني بوكس، ومهمتها ان هي بروتكت ذا برين. والباك بون عددها 33 فيرتبرا، وفي كارتلجز بتوين فيرتبرا دي عشان تعمل بريفنت فريكشن، ومهمتها ان هي بروتكت ذا سباينال كورد. والريب كيج دي عباره عن 12 بيرس، الارقام دي لازم تتحفظ. وان ذا فيرست 10 بيرس كونكتد وذ سترنم ماشي، والتو ار فلوتنج، في تو ريميننج ار فلوتنج، الاثنين الباقيين دول فلوتنج.
والفانكشن بتاعتها بتاعت الريب كيج دي بروتكت ذا هارت اند لونج وهيلب ان ريسبيريشن بروسس، بتساعد على عمليه التنفس انه بيحمي الرئتين يعني وبيساعد على التنفس. طيب احنا قلنا ان الهيومن سكيليتال سيستم بيتكون من اكزيال سكيليتون وابنديكولر. تعال ندخل في الابنديكولر. الابنديكولر اللي هو الفرعي، ايه الابنديكولر؟ اللي هم الطرفين العلويين والسفليين، يعني الايديك ورجليك. ايديك بنسميها upper limb ورجليك بنسميها lower limb، يعني bones of upper limbs دي اللي هي الايدين والbones of lower limbs دي الابنديكولر، يعني العظم اللي جوه جسم الانسان. كده احنا بدأنا نفهم جسم الانسان. العظم اللي في جسمي انا عندي الجمجمة بتاعتي دي اللي هي السكال والريب كيج القفص الصدري والباك بون، دول التلاتة اسمهم ايه؟ اسمهم الاكزيال سكيلتون. طب الابنديكولر سكيلتون الاطراف دي اللي هي الابر ليمب واللور ليمب. الابر ليمب بتتكون من عظم تلات عظمات اساسيين واللور ليمب بتتكون من تلات عظمات اساسيين. الابر ليمب بتتكون من حاجه اسمها هيمرس بون وفور ارم بون وهاند بون، دولت الايه؟ دول التلاتة بونز اللي في الابر. واللور بتتكون من فيمير بون وشافي بون وفود بون. تعال نشوف الاشكال بتاعتهم. انا هنا لو اتكلمت او يعني الرسومات هتلاقيها بقى طبعا في الكتب كتير، بس اهم تلات عظمات الفيمير بون والشافي بون اللي هي في الاول والفود اللي في النص دي والفود بون، وهنا دي الهيميرس بون اللي هي اللي في الايد بقى دي، وتاني واحده اللي هي الايه دي احنا قلنا دي الهيميرس ودي الفور ارم اللي هي دي والهاند بونز اللي هي دي. يعني الرسمه اللي انا هحطها لكم دي مختلفه شويه عن الايه عن اللي في الكتاب. طيب ايه اهميه الابر ليمب؟ اهميه الابر ليمبس ماشي، they are connected to the shoulder، متوصلين بالشولدر طبعا. الفانكشن بتاعتهم او اهميتهم allow eating drinking and writing holding things، يعني انك تشيل الحاجات وكده. اهميه ايديك يعني هتكلمني عن الابر ليمب، اكيد الابر ليمب مش بتمشي بيها، يعني محدش يجي في الابر ليمب، ما تجيش عند الابر البونس اوف ابر ليمب وتقول لي ووكينج. صباح يعني صباح الفل جدا يعني. تعال نشوف بقى ايه البونس اوف لور ليمبس. البونس اوف لور ليمبس دي كونكتد تو بيلفيك بونز، البيلفيك اللي هو الحوض اللي هو الرجل متعلقه فيه، ودي الاو ووكينج رانينج sitting down standing up carrying the rest of body، يعني دي اهميه الايه اللور لمس. طيب في جزء احنا هنتكلم عنه اسمه joints. الجوينت اللي هو المفاصل ماشي، والمفاصل دي موجوده في يعني في اجسامنا لهدف معين ماشي، هنتكلم عنه ان شاء الله في الجزء الثاني او في الفيديو اللي جاي، علشان نتكلم عن الجوينت براحتنا لان الجوينتس مهمه جدا. احنا في الفيديو ده اتكلمنا مع بعض عن اللوكوموتري سيستم ان هو مهم عشان نعمل موفمنت، وقلنا ان هو بيتقسم لسكيليتال سيستم والماسكولار سيستم. بدانا الكلام في السكيليتال سيستم وخدنا الاكزيال سكيليتون والابنديكولار سكيليتون، وقلنا ان الاكزيال سكيليتون بيتكون من السكال والباك بون والريب كيج، وشرحنا طبعا ان السكال هي عباره عن بوني بوكس ومهمتها ان هي بروتكت برين، والباك بون هي 33 فيرتبرا ومهمتها ان هي بروتكت سباينال كورد، واتكلمنا عن الريب كيج ان هي 12 بيرس اللي هي القفص الصدري ومهمتها ان هي بروتكت ذا هارت اند لونج، بتحافظ على الهارت وبتحافظ على اللونج، وفي نفس الوقت هيلب ان ريسبيريشن بروسيس بتساعد على عمليه التنفس ماشي. واتكلمنا بعد كده على الابنديكولار سكيلتون الجزء الثاني من السكيلتال سيستم اللي هو الابر ليمبس واللور ليمبس، وقلنا ان الابر ليمبس بتتكون من ثلاث عظمات اساسيين هما الهيميرس بون والفور ارم بونز والهاند بونز، وبعدين اتكلمنا عن اللور ليمبس اللي هي الفيمير بونز والشافي بونز والفوت بونز، وكانت دي الـ الاشكال بتاعتهم. وقلنا ان الفانكشن بتاعت الابر ليمب ان هي ايتينج ودرينكينج،
writing طبعا, و ال lower limb اللي هي ال walking, running, standing up, sitting down, و carrying the rest of your body. هنقف لحد هنا في الفيديو ده ان شاء الله. لينك الملزمة دي هتلاقيه تحت الفيديو, وفي الجزء اللي جاي ان شاء الله هنكمل الدرس. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.